1 grade 4 math first term unit 2 lesson 1. انا بسجل الحصه دي، لو اي حد احتاجها يقول لي هبعت له الايه الرابط بتاعها. lesson 1 بيتكلم عن حاجه اسمها relation between two straight line. straight line اللي هو زي ما انا رسمه كده، اللي هو الريد ده والايه والموف، دول الاثنين straight line. ايه الريليشن اللي ممكن تكون ما بينهم؟ هما ثلاث حاجات بس، يا اما داخلين في بعض كده زي حرف اكس، يا اما عاملين مع بعض بلس، يا اما ماشيين قصاد بعض. لو داخلين في بعض زي اكس بقول عليها ايه؟ intersecting. intersecting، محدش يفتح الكاميرا. intersecting. طيب لو هما عاملين مع بعض كده زي بلس بسميهم ايه؟ perpendicular. perpendicular لو هما ماشيين قصاد بعض اسمها ايه؟ parallel. parallel ايه الفرق بقى ما بينهم التلاتة؟ قال لي اول واحدة الانترسكتنج دي بيتقابلوا في بوينت واحدة. البوينت دي بتعمل كام انجل؟ 4 انجل. لو تفتكروا اخدنا قبل كده types of angle، مين فاكرهم؟ حد فاكرهم؟ اللي فاكرهم يرفع ايده. ما ايه يا مستر؟ types of angle. The one eight ten. نعم. types of angle فاكرينها؟ كان عندي types of angle. أول حاجة لو التو ري دول قريبين من بعض كنت بسميها ايه؟ لا يا مستر عارفين، انا لسه عارفين. قولي يا جنى. intersecting perpendicular parallel. انا بقول على الانجلز، لو التو ريز كده قريبين من بعض كانت اسمها ايه؟ اكيوت. ماشي؟ لو هم عاملين زي كده اسمها ايه؟ رايت. ممتاز. طيب لو هم بعاد عن بعض اكتر كده بسميها ايه؟ اوبتيوس. ممتازين، برافو عليكم، صح. او الانترسكتنج ده عامل دي قريبين من بعضهم بقول عليهم ايه؟ اكيوت. طب والبعيده دي بقول عليها ايه؟ اوبتيوس. طب قريبين تاني اكيوت، بعيد تاني اوبتيوس. يعني عندي طب ليه يا مستر؟ ها طب ليه يا مستر مقلناش اللي تحت ديت رايت انجل؟ ما هي قريبة شوية. ما هي مش عاملة كده؟ عاملة زي بلاس كده؟ لا عاملة كده؟ لا. لا مش عاملة، دي قريبين من بعض خالص زي الاكيوب دي، يبقى ما اقدرش اقول عليها رايت. وقيسها بالبورتراكتور، لو هي 90 خلاص، لكن هي مش 90، هتبقى سمولر ذان 90. الاكيوب سمولر ذان 90، الرايت 90 بالظبط، الاوبتيوس جريتر ذان 90. طب قلنا الانترسكتنج ده بيعمل تو اوبتيوس وبيعمل ايه؟ تو اكيوت. طيب نيجي على البيربنديكولار. البيربنديكولار سميناها بيربنديكولار ليه؟ مع انهم برضو انترسكتنج ان وان بوينت. قال لي لانها زي البلس. ايوه، كل الانجلز بتاعتها مالها؟ رايت. الانجل دي رايت والانجل دي رايت، كل الانجلز بتاعتها رايت. برافو عليك، يعني عشان كده سميناها ايه؟ perpendicular. perpendicular يعني دول intersecting بس، لكن دي intersecting وكمان perpendicular، عاملين مع بعض right angle. ماشي؟ هي intersecting بس perpendicular. ايوه دي intersecting بس perpendicular، عاملين right angle كله. ال four angles right angle. طب اخر حاجة، اخر relation اللي هو الاتنين مش داخلين في بعض خالص، ماشيين قصاد بعض زي الحرفين بتوع الكتاب اللي معاك. لو انت معاك كتاب شوف الحرف اللي على اليمين والحرف اللي على الشمال، هتلاقي ايه؟ الكتاب اهو، هتلاقي ده ماشي قصاد ده. هل الاتنين بيدخلوا في بعض كده؟ لا ما بيدخلوش، بيفضلوا ماشيين قصاد بعض. او اللي ماشي قصاد بعض دوت اسمه ايه؟ parallel. اسمه ايه؟ parallel. يعني مش عامل اي انجل خلاص، هم ماشيين قصاد بعض ما بيتقابلوش ابدا، زي شريط القطر كده ما بيتقابلش ابدا مع اخوه. لو اتقابلوا طيب ممكن يقع كل واحد قصاد واحد. نعم.
قصاد بعضهم يعني. أيوة قصاد بعضهم ماشيين قصاد بعضهم. بعضهم. قبلوش أبدا. خلاص كده. فهمت الريليشن بتوين تو ستريت لاينز وافتكرت تايب اوف انجلز اكيوت رايت اوبتيوس والانترسكتنج بتعمل تو اكيوت وتو اوبتيوس انجل والبربنديكولر بتعمل فور رايت انجل والبارلل ما بتعملش اي انجل. ان شاء الله السيشن اللي جايه هنتعلم ازاي نرسمهم، ازاي ارسم بيربنديكولار زي ده، ازاي ارسم بارلل. مستر نعم انا بعرف ارسمهم. ماشي برافو عليك ممتاز. اللي ما بيعرفش يرسمهم هنتعلم ازاي نرسمهم مع بعض انا بعرف الحصه الجايه. انا بعرف يا مستر، بعرف ارسم وانا بعرف. طيب كويس، تعالوا نشوف بعض الاكسرسايزز على ما السيشن ما تخلص. جاهزين؟ أو يا مستر. أيوة ماشي. هناخد بالدور بقى، بس كل واحد يجاوب في دوره ماشي. اللي أنا هقول اسمه هو اللي هيجاوب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول واحد عبد الرحمن. نمبر A، التو لاين ستريت لاين دول انترسكتنج ولا بيربنديكولار ولا بارلل؟ انترسكتنج. Excellent. برافو عليك. Intersecting. روان، التو ستريت لاين دول مالهم؟ Intersecting. برافو عليك. Parallel. Zoom user. مش عارف اسمك. أنا؟ فرح. فرح؟ فرح. اسمي فرح يا مستر. ماشي يا فرح. دول يعتبروا ايه يا فرح؟ Intersecting. بس بيربنديكولر ولا انترسكتنج وخلاص؟ بيربنديكولر لانهم عاملين ايه؟ فور رايت انجل. برافو عليك يا فرح. ماشي شيماء. انا كارما. اسمك ايه؟ كارما. ماشي يا كارما. نمبر دي دي يا كارما، اقول عليهم ايه؟ انترسكتنج ولا بيربنديكولر ولا بارلل؟ بلند. بارلل. هل هم ماشيين قصاد بعض مش هيتقابلوا ابدا؟ لا لا، هيتقابلوا ولا مش هيتقابلوا ابدا؟ مش هيتقابلوا ابدا. طب تعالي نشوف ده كده، لو هو مشي شويه هيتقابلوا. هيتقابلوا. كمان همشي شويه يبقى هيتقابلوا بعد شويه ولا لا؟ يبقى دول كده اقدر اقول عليهم ايه بقى؟ انترسكتنج ولا بيربنديكولر؟ ها هل بيعمل انجل ولا اكيوت واوبتيوس؟ اكيوت واوبتيوس. مادام اكيوت واوبتيوس يعني بقول عليهم ايه؟ انتر بيربنديكولر. لا بيربنديكولر هيعمل لي رايت انجل زي اللي فوق ماشي، زي اللي فرح قالت. لكن لو هي اكيوت اوبتيوس هيعمل لي ايه يا كارما؟ انتر سيكتنج. ماشي انتر سيكتنج. ماشي. مين الشاطر بقى اللي بعد كده؟ جنى جاهزه؟ ماشي. شوف يا جنى نمبر اي، انا هكملهم لك عشان ايه؟ اسهلها عليكي كده. دول يعتبروا ايه؟ انترسكتنج ولا بيربنديكولار؟ اشوف الانجل اللي عملوها دي كده، دي تعتبر ايه؟ رايت. دي تعتبر صح. اقول عليهم ايه؟ بيربنديكولار. ممتازه برافو عليك يا جنى. جاهزه يا لجاي؟ ايوه. نمبر اف، تو ستريت لاين دول مالهم؟ بارلل. ممتاز. مش هيتقابلوا ابدا؟ ايوه مش هيعد. حتى لو كملت ده كده مش بعد ربع ساعه مثلا ممكن يتقابلوا ولا حاجه؟ لا مش هيتقابلوا ابدا. برافو عليك يا لجاي. ياسين جاهز يا ياسين؟ ماشي. نمبر ايه ده يعتبر ايه؟
ده يعتبر ام ممتاز. برافو عليك يا ياسين. عبد الرحمن نمبر بي يعتبر ايه؟ perpendicular. excellent. ممتاز. روان نمبر سي. يا روان نمبر كام؟ نمبر سي دي هل هيتقابلوا ولا لا؟ هيتقابلوا يا مصطفى. برافو عليك. روان بعينيها مدت ده كده ماشي على طول، وجابت ده برضو مشيته على طول، قالت بعد 5 دقايق كده ممكن يتقابلوا. يبقى دوت اسمه ايه روان؟ انترسكت. انترسكت. برافو عليك. فرح جاهزة يا فرح؟ ايوه مستر جاهزة. ماشي. نمبر دي مستر، ينفع اروح بس الحمام؟ ماشي بسرعة. روان آسف فرح. نعم يا مستر. نمبر دي. نمبر دي دول اقول عليهم ايه؟ بارلل. اكسلنت. كارما المسألة اللي انت بتحبيها. نعم. دول هيتقابلوا ولا مش هيتقابلوا؟ نمبر اي. نمبر اي بارل. بارل مش هيتقابلوا ابدا؟ لا تزعليهم من ايوه كده. لو كملتهم هيتقابلوا. انت نعم مستر بليز ووتر، ممكن اشرب ميه؟ ممكن اشرب ميه بس؟ ماشي هيبقى انتر. ايوه انترسكتنج. انترسكتنج بقسم الكلمه على نصين كده خلاص. انترسكتنج. انترسكتنج. ها لجين اخر واحده. تو ستريت لاين دول مالهم؟ perpendicular. اكسلنت. برافو عليك يا لجين. خلاص كله فاهم الدرس كده؟ معلش خدت من... ايوه انا خدت منكم 5 دقايق درس من الحصه الثانيه عشان ايه كنا داخلين متاخر شويه. ترتاحوا بقى 5 دقايق وتستعدوا للسيشن الجاي. نشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شكرا. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام.